والتواضع. العلاقة هي لغوية أكثر منها علاقة سلوكية، لأن معنى الإخبات سلوكيا كما تحدثنا بالأمس، لأن الخبت هو المكان المنخفض من الأرض. المكان المنخفض يعني المتواضع، لأن الانخفاض ده تواضع. ولذلك ابن عباس وقتادة رضي الله عنهما فسر القرآن، يعني قوله تعالى في وبشر المخبتين أو فتخبت قلوبهم إلى آخره، وأخبتوا إلى ربهم، وأخبتوا إلى فسروها فتخبت له قلوبهم، أي المتواضعين. المخبت فسروه بأنه هو المتواضع، وإن كان البعض الآخر فسر الإخبات بالخشوع، والبعض فسر الإخبات بالطمأنينة، والبعض قال إن الإخبات هو كما قلنا بالأمس ألا تظلم ولا تنتصر لظلمك. فكل دي معاني في الإخبات، لكن المعنى اللغوي إن الإخبات الخبت هو الشيء المنخفض يعني المتواضع. لكن طبعا معنى اللي السادة أهل الطريق بينوه كما قلنا بالأمس إن الإخبات هو السكون إلى من تنجذب إليه بقوة الشوق، سكون مع محبة. وده الفرق بينه وبين الخشوع. الخشوع في خوف. أيوة. ده الفرق، الخشوع فيه خوف لكن ده فيه محبة، والاثنين فيهم نوع من الايه الخضوع يعني، لكن السكون شيء والخضوع شيء آخر. هذا سكون محبة، الخضوع في قهر كما قلنا نتيجة الايه الخوف. لأن السادة تفوقوا على غيرهم بفهم دقائق، مش فهم، تحقيق لمعنى دقائق الطريق. وإيه معنى دقائق التوبة؟ ومدارج التائبين، وإيه هي مدارج الورعين، مدارج الورعين، وإيه دقائق الورع، وإيه دقائق الصدق، وإيه معاني الصدق، إيه معاني الإخلاص. بل أكثر من ذلك أيضا تعمقوا في خبايا النفس البشرية، وعارفوا يعني إيه دقائق الرياء، وإيه الشرك الخفي، وإيه الظلمة في داخل القلوب إزاي تكون، وإيه النور في أمور لا يمكن أن يعرفها غيرهم إلا إذا كان قد سلك الطريق. التجربة، كانوا التجربة. أصحاب تجربة، أصحاب ومعاناة تجربة. مولانا ومعاناة. فهذه التجربة والمعاناة، اتقوا الله ويعلمكم الله. تمام. هذه التقوى تكشف خبايا لا يعرفها إلا من سار في هذا الطريق. يعني يا مولانا احنا بنتكلم واحنا ذكرنا الآيات القرآنية، وبشر المخبتين وأخبتوا إلى ربهم فتخبت له قلوبهم. أيوة. كيف نفهم من خلال هذا هذه البشرة، من خلال هذا المدح، من خلال هذا التوصيف للإخبات والمخبتين، كيف نفهم من هذا السياق أو ينطبق أو نحققه في حياتنا، أحققه أنا في حياتي؟ هو يعني الآيات كما جاء في قوله تعالى وبشر المخبتين، وسبحانه وتعالى بين علامات أو بعض علامات هذا الإخبات، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم. أيوة. من العلامات والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، دي علامات لهذا الإيه؟ لهذا الإخبات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم. وهكذا دي الآيات بتتحدث طبعا بمعنى. أيضا علماء التفسير عندما يفسرون يتكلمون عن هذه المعاني بالمعنى اللغوي العام، يؤيده ما ورد من أحاديث وآثار في هذه المعاني. وبشر المخبتين أي الذين سكنوا إلى ربهم وانجذبوا. طبعا هذا بقى كلام السادة. أيوة. اللي هم أصحاب الطريق. المخبتين أي يكونوا الذين خضعوا، أحيانا كما قلنا سيدنا قتادة وابن عباس رضي الله عنهما فسر الإخبات بالتواضع، أي الذين تواضعوا إلى ربهم. والبعض لك والذين خشعوا إلى الله تعالى وكذا، لكن المعنى الدقيق كما قلنا
لأهل الطريق الذين أخبتوا، الذين سكنوا بمحبة إلى الله عز وجل. سيدنا عبد الله بن مسعود كان إذا رأى الربيع بن خيثم قال وبشر المخبتين، أول ما يبص في وشه سيدنا عبد الله بن مسعود، النموذج المخبتين. كان إذا رأى الربيع بن خيثم قال وبشر المخبتين. ليه يا مولانا؟ طبعا سيدنا عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل وما ويعني مكشوف عن بصيرته، ويرى آثار الإخبات وأنوار الإخبات في قلبه يراها على وجهه، فراسة المؤمن، اتقوا فراسة، يرى بنور الله، فهو رأى بنور الله ما في قلبه على وجهه، رأى آثار الإخبات، رأى آثار السكون بمحبة وشوق إلى الله تعالى ظاهرة على وجهه، كما قلنا من قبل ما استودع في غيب السرائر ظهر على شهادة الظواهر، وما كان فيك ظهر على فيك، وما خامر القلوب على الوجه منه أثر يلوح. الله، أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم؟ لولا الهوى لم ترق دمعا على طلل ولا أرقت لذكر الباني والعلم، يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك، إليك ولو أنصفت لم تلم. فهو بيبقى شايف، اللي هنا بيبقى باين، فهو شافه قال وبشر المخبتين. فطبعا دي أهل الله بيرى بنور الله ما في القلوب يراه على الوجوه.